ونحن نبحث عن التحديات حتى نغلبها. في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي تشهده قطاعات التكنولوجيا والاتصالات وتحليل البيانات، يتزايد إقبال العديد من القطاعات الاقتصادية على اعتماد الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لاستكمال الأدوار البشرية. وتشير أحدث البيانات إلى أن سوق الروبوتات العالمي سجل نمواً 17% سنوياً، وتتوقع شركة IDC للأبحاث التقنية تواصل نموه ليبلغ 135 مليار دولار بحلول عام 2019. أما في عالمنا العربي، فتبرز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاهتمام بتطوير منظومات تعنى بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الفائقة. ويأتي تنظيم ندوة الثقافة والعلوم للمؤتمر العربي الخامس للروبوتات والذكاء الاصطناعي إيماناً منها بالتفاعل البناء مع الحراك الذي أوجدته منظومة دبي للمستقبل. وينبع هذا الإيمان الراسخ من رؤية القيادة الرشيدة بشأن أهمية استشراف وصناعة المستقبل الذي جسده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بإطلاقه مؤسسة دبي للمستقبل للإشراف على تنفيذ أجندة دبي للمستقبل. ومن أهم مبادراتها، تسعى المبادرة لتمكين الإمارة من إحراز قصب السبق التقدمي على العالم بواقع 10 سنوات، بتبني نماذج جديدة لحكومات المستقبل وتغيير آليات العمل الحكومي وتعزيز دورها في خدمة المجتمع. يهدف إلى استكشاف مستقبل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويركز المتحف الذي سيفتتح عام 2018 على مستقبل قطاعي الروبوتات والذكاء الاصطناعي. مبادرة فريدة تمكن دبي لتكون عاصمة عالمية للطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030، وتركز على قطاعات الإنشاءات والمنتجات الطبية والمنتجات الاستهلاكية. تم تشييد نسخة تحاكي القوس الذي يمتد تاريخه لألفي عام، وقامت المبادرة بنصبه في أكثر من مدينة حول العالم باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. تهدف الجائزة إلى تشجيع البحث واستخدامات الحلول المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لمواجهة التحديات القائمة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. تنطلق المبادرة من حرص الإمارات على تطبيق أحدث التقنيات المستقبلية للأغراض السلمية وتطويعها لخدمة الإنسان. ولا يقف طموح الإمارات العلمي هنا، فكما أكد سمو الشيخ محمد بن راشد، فإن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى دوماً للريادة عالمياً بامتلاك أسباب التطور والتقدم والتنمية الشاملة عبر تطوير آليات عمل مستقبلية.